نحن نفتخر فيكم محظوظين بكم، فعسى الله يطرح البركة فيكم وفي عيالكم وفي مستقبل بلدكم بعطائكم وجهودكم، والظن فيكم طيب إن شاء الله. مثل ما تعرفون هذه الهيئة تأسست سنة 96، بدينا في هيئة البيئة ب 20 موظف، اليوم نحن وصلنا إلى 900 موظف. قطاع النسائي ما شاء الله عندنا كبير، وهذا شيء يفرح.